السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي كنا وأخواتي فضلات، ما زلنا في الفصل السادس من منهج نظم التشغيل الأكاديمي. شرحنا في المحاضرات السابقة كل ما يتعلق بالخوارزميات الأربع الرئيسية لجدولة العمليات وجدولة المهمات في نظم التشغيل، وأيضا تحدثنا عن مجموعة من أنواع يعني جدولة العمليات في نظم التشغيل الحديثة، ووصلنا إلى ما يسمى بالريت مونوتونيك سكجولينج اللي هو الجدولة المتناسبة مع المعدل الزمني لتكرار العملية في داخل المعالج. هذا ايضا يعني نوع من انواع الجدول اللي موجوده في بعض نظم التشغيل، واللي راح نتحدث عنها ان شاء الله يعني في نهايه الفصل عندما ناخذ مجموعه من الامثله عن نظم التشغيل وانواع الجدول الموجوده في كل واحد من أدها. هذا النوع من الجدول يعتمد على ما يسمى بالبرايورتي، الاولويه ايضا، يعني مثل ما ذكرنا سابقا، لانه الاولويه هنا يتم اسنادها الى كل واحده من العمليات، هي راح تكون معكوس الفتره الزمنيه لهذه العمليه، اي انه العمليه الاقصر اولويتها راح تكون اعلى، العمليه الاطول راح تكون الاولويه الخاصه بها اقل، وهكذا، بحيث انه اذا كانت العمل البي 1 يعني اقصر من البي 2 فراح تكون الاولويه الخاصه بها اعلى من البي 2، وهكذا. نلاحظ اذا كان لدينا هذا التسلسل الزمني للعمليات وكانت عندنا مثلا البي 1 والبي 2 وكانت البي 1 لها اولويه اعلى من البي 2، فراح يتم تنفيذ البي 1 قبل البي 2، ثم بعد ذلك يعني هذا راح يكون الديدلاين للبي 1، فنلاحظ انه هي تم يعني اكتمل تنفيذها قبل الديدلاين، فبالتالي احنا حققنا المطلوب. بعد ذلك يعني ايضا تستمر ترجع البي 1 ثم البي 2، لانه مثل ما ذكرنا اكو عندنا ما يسمى بالريت او يعني التكرار في العمليه، يعني هي نفس البي 1 تتكرر عده مرات بشكل بيريودكالي يعني بشكل دوري. فهنا نلاحظ بانه البي 1 اكتمل تنفيذها قبل الديدلاين الخاص بها او قبل يعني موعد انتهاء التنفيذ الخاص بها. بعد ذلك البي 1 والبي 2 ايضا انتهت كلاهما قبل الديدلاين الخاص بهما. بعد ذلك البي 1 ايضا اجت هنا الديدلاين الخاص بها وايضا هي انتهت او اكتملت قبل الديدلاين، وهكذا. فنلاحظ انه هذا النوع من الجدوله راح يحقق لنا ما يسمى بالريال تايم سكجولينج اللي هو جدوله فيها الزمن الحقيقي، اي انه كل الديدلاين الخاصه بكل العمليات تم تحققها. الا ان ذلك ليس هو الحال في كل الاوقات، يعني بعض الاحيان ميست ديدلاينز وذ ذا ريت مونوتونيك سكجولينج. يعني نلاحظ هنا مثلا اذا كانت عندنا العمليه الاولى هي ذات اولويه اعلى من العمليه الثانيه لانها اقصر من عندها، وقمنا بتنفيذ العمليه الاولى ثم العمليه الثانيه، وصلنا الى الديدلاين الخاص بالعمليه الاولى وكل شيء تمام. بعد ذلك ايضا نفذنا العمليه الاولى ثم العمليه الثانيه، قبل ان يكتمل تنفيذ العمليه الثانيه وجدنا ان هناك لدينا ديدلاين خاص بالعمليه الثانيه، اي انه يعني هنا كان يجب ان تنتهي العمليه الثانيه الا انها استمرت اطول من هذه المده، فبالتالي يعني لم تتحقق لدينا الديدلاينز او لم يتحقق لدينا جدوله في الزمن الحقيقي. هذه المشكله تحصل لانه احنا قاعد نعتمد فقط على الريت مونوتونيك سكجولينج، يعني فقط نعتمد على مدة العملية وبعد ذلك نحدد أولوية خاصة بها. لحل هذه المشكلة كان يعني ظهر لدينا الحل الذي مسمى الـ Earliest Deadline First Scheduling، أي أنه جدولة على أساس أنه أقرب ديدلاين يحصل على أعلى أولوية. هنا أيضا الأولويات يتم تحديدها أو إسنادها بالاعتماد على يعني الديدلاين. الديدلاين هو يقصد به آخر موعد لتنفيذ العملية. كلما كان الديدلاين اقرب كلما كانت الاولويه اعلى، اي انه العمليه التي سينتهي وقت تنفيذها في اقرب وقت ممكن يجب ان نعطيها الاولويه الاعلى لكي نقوم بادخالها للمعالج بشكل اسرع، وبالتالي نضمن انه يعني تنتهي قبل ان يحل موعد خروجها من المعالج. وكذلك ايضا العمليه التي الديدلاين لها ابعد سيكون الاولويه الخاصه بها اقل، فهذه نجحت الى حد ما بحيث انه هنا لانه البي 1 هي الديدلاين لها اقرب قمنا بتنفيذها في البدايه ثم البي 2. ذلك لانه البي 2 يعني هي الديدلاين خاص بها يعني اقرب، قمنا بتنفيذ البي 2 ثم الديدلاين بي 1 رجعنا نفذنا بي 1 وهكذا تستمر العمليه. فنلاحظ هنا بانه هذه حلت لنا مشكله انه عدم تحقق الديدلاينز للعمليات، وبالتالي قمنا بجدوله العمليات بطريقه ايضا تضمن العداله يعني الفير او اللود بالانسنج، وفي نفس الوقت تضمن انه اذا كان لدينا ريال تايم بروسيسز راح يكتمل تنفيذها قبل انتهاء الزمن الخاص بها. ايضا ظهر لدينا ما يسمى بالبروبورشنال شير سكجولينج، يعني كل هذه كانت هي عباره عن محاولات يعني او خوارزميات ظهرت في البدايه كبحوث يعني بحث علمي، وبعد ذلك تم تطبيقها على مجموعه من العمليات الصغيره يعني، ويعني كان هؤلاء الباحثين يتمنون ان يتم يعني الاعتماد على هذه الخوارزميات الخاصه بهم لكي يتم اضافتها الى نظم التشغيل، الا انه يعني ليس كل هذه الخوارزميات تم تطبيقها في نظم تشغيل حقيقيه، هي مجرد يعني خوارزميات او بروتوكولات اقترحت لانه فيها اداء افضل، الا انه هذا الاداء الافضل قد يكون صحيح في حاله معينه ولكنه غير صحيح في الحالات الاخرى. على اي حال هنا عندنا الجدول على اساس يعني المشاركه النسبيه، بحيث انه اذا كان لدينا زمن المعالج يتم تقسيمه الى تي شيرز، يعني تي من الاسهم مثلا او تي من الحصص، وهذه طبعا راح تخصص الى العمليات في النظام.
لكل إذا كان لدينا N من العمليات، فكل واحدة من الاثنين راح تحصل على جزء من زمن المعالج، وهذا الجزء راح يكون هو أقل من عدد الحصص. بالتالي احنا راح يعني نتأكد بأنه كل تطبيق راح يحصل على N تقسيم T، عدد العمليات مقسوما على الحصة الواحدة أو يعني أو زمن المعالج، بحيث أنه راح يتم تخصيص هذا المقدار إلى لكل العمليات، بحيث أنه العملية إذا كانت طويلة راح يتم تخصيص مدة أطول لها، إذا كانت قصيرة راح يتم تخصيص مدة أقصر لها، وهكذا. هنا أيضا عندنا ما يسمى بالبوزكس ريال تايم سكجولينج، هذا تحدثنا عنه بشكل مختصر في يعني المحاضرات السابقة، واللي ذكرنا بأنه البوزكس ريال تايم سكجولينج يعتمد على المكتبة اللي هي الاي بي اي اللي هي اسمها بوزكس 1 بي ستاندرد. هذا هو عبارة عن اي بي اي يعني مكتبة او ابلكيشن بروجرام انترفيس توفر لنا الدوال لإدارة يعني المهمات في الريال تايم. وهنا طبعا مثل ما ذكرنا سابقا هو يتعامل مع ثريدز وليس بروسيسز، ويجب التفريق بينهما. طبعا يعرف لنا نوعين من انواع او صنفين من اصناف الجدوله للزمن لتصنيف او لجدوله المهمات في الزمن الحقيقي. جدوله باستخدام الفيفو اللي هو الفيرست ان فيرست اوت، القادم اولا الداخل اولا يخرج اولا يعني، او القادم اولا يخدم اولا. هنا المهمات يتم جدولتها باستخدام خوارزميه الفيرست كم فيرست سيرفد اللي تحدثت عنها سابقا، واستخدام طابور من نوع الفيفو. الفيفو اللي هو فيرست ان فيرست اوت، هو تقريبا يشابه الفيرست كم فيرست سيرفد الى حد ما. ليس هناك يعني شرائح زمنية يعني يتم توزيعها على هذه الثريدز أو المهمات إذا كان لديها يعني أولوية متساوية. بخلاف ذلك أكو عندنا أيضا الجدولة باستخدام الراوند روبن، واللي هي تشبه الجدولة باستخدام الفيفو، لأنه الفرق الوحيد أنه لدينا شرائح زمنية يجب تخصيصها يعني يمكن تخصيصها لكل واحدة من العمليات إذا كانت تمتلك أولوية متساوية. أما إذا كانت الأولوية مختلفة فشيء طبيعي أنه العملية ذات الأولوية الأعلى تدخل أولا إلى المعالج. ايضا لدينا اثنين دوال في هذه المكتبه الاي بي اي التي تستخدم ل جيت اند سيت، يعني للحصول على الاتريبيوتس ولضبط الاتريبيوتس اللي هن المواصفات الخاصه بخوارزميات الجدوله، واللي هن البي ثريد اتريبيوت جيت سكجولينج بوليسي، هذه هي، والبي ثريد اتريبيوت سيت سكجولينج بوليسي. يعني مثل ما تلاحظ هنا جيت وهنا سيت، هذا هو الفرق الوحيد بيناتهم. المثال على كيفية استخدام هذه البوزكس، احنا تحدثنا سابقا في الفيديو قبل السابق عن مثال كامل على كيفية استخدام مكتبة الـ API الخاصة بالبوزكس pthreads، واللي هي يعني مثل ما ذكرنا في البداية include pthreads، هذا هو المكتبة اللي يتم استدعاء في البداية. include studio define number of threads، هذا عدد الثريدات 5، هذا بالضبط هو مثل اللي شرحناه في المحاضرة يعني قبل السابقة. بداية البرنامج الرئيسي integer i والpolicy ال p threads، هنا thread id اللي هو يعني الidentification الخاص بالthreads، هو عبارة عن مصفوفة عدد عناصرها هو نفس عدد الثريدات اللي راح أو المهمات اللي قاعد نتعامل معها. بعد ذلك ضبط الattributes من خلال ال p threads attributes initialization. get the current scheduling policy، هذه مثل ما كانت موجودة بالضبط مثل البرنامج السابق، إذا لم تساوي صفر نطبع رسالة خطأ بأنه unable to get بوليسي. بخلافه اذا كانت البوليسي سوينا سكجولينج اذرز راح نطبع هذه الرساله، اذا كانت البوليسي سوينا سكجولينج راوند روبن نطبع هذه الرساله، اذا كانت فيفو نطبع هذه الرساله، وهكذا. الجزء الثاني من البرنامج اللي هو السيت والجيت، او بالحقيقه هنا احنا حصلنا يعني الجيت ذا سكجولينج بوليسي، هذا هو الجيت، جزء الجيت الخاص بالداله، واللي هو مثل ما ذكرنا سابقا استخدمنا به هذه الجيت جيت سكجولينج بوليسي. هنا أنا راح نستخدم الـ set scheduling policy، وأيضا إذا كانت لا تساوي صفر راح يطبع لنا رسالة خطأ تقول هذا يعني unable to set policy، otherwise راح يبدي أنه يعني يقوم بإنشاء الـ threads باستخدام هذه الدالة، ثم يقوم بعد يعني بـ thread create، بعد ذلك راح يقوم بعملية يعني الـ join ضم هذه الـ threads إلى الطابور اللي هو الـ first come first served باستخدام أيضا هذه الدالة الـ pthreads join مثل ما تحدثنا عنها سابقا. واخيرا هنا ايضا مثل ما ذكرنا سابقا انه الرنر هي الداله التي يعني تحدد العمل الذي يقوم به هذا الثريد او هذه المهمه، ويعني هذه هي نهايه البرنامج. بعد ذلك مثل ما ذكرنا لحد الان كل اللي شرحناه هو يعني خوارزميات الجدوله بشكل عام، ولكنه لم نحدد اي واحده من اتهم مستخدمه في اي نظام تشغيل. الجزء الاخر او الجزء الاخير من هذا الفصل هو راح يتحدث عن امثله لنظم التشغيل اللي هي لينكس وويندوز وسولاريز وخوارزميات الجدوله المستخدمه في كل واحد من اتهم. بالنسبة للينكس قبل الفيرشن 2.5 كان يستخدم مجرد تعديلات بسيطة على نفس الخوارزميات الجدولة من نظام اليونكس، لأنه احنا نعرف نظام اليونكس هو الأب يعني الأساسي، ولينكس هو مجرد يعني تم اشتقاقه من عنده من قبل يعني لينوس تورفالدز. النسخة لحد 2.5 أو 2.5 يعني كانت تستخدم نفس خوارزميات الجدولة المعدلة من قبل اليونكس.
بعد ال 2.5 انتقلنا يعني الى كونستانت اوردر اللي هو بيج او اوف 1 سكجولينج تايم، زمن الجدوله اصبح عندنا بيج او اوف 1. هاي البيج او اوف 1 يعني في التعبير عن زمن التنفيذ يعني، ويحتاج انه فد اساسيات بسيطه في الخوارزميات لمعرفه ماذا تعني يعني خارج نطاق هذا الفصل. يفترض انه الشخص اللي يدرس هذا المنهج يعني في المرحله الرابعه في من او الثالثه او الرابعه في البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه، يفترض انه يعرف ما هي البيج او اوف 1 من دراسه يعني المناهج الاخرى في الخوارزميات او غيرها. هنا نوع الجدوله في اللينكس هي البريمتيف برايورتي بيست، يعني الاولويه القابله لحق الشفعه. هنا الاولويه راح تقسم الى تو رينجز يعني اثنين مديات، الاولويه للريال تايم والاولويه للتايم شيرنج والريال تايم. التايم شيرنج هي المهمات اللي تقبل المشاركه الزمنيه واللي هي تكون اقل اولويه من المهمات ذات الريال تايم، فبالتالي هنا المهمات ذات الريال تايم اللي هي تكون اعلى اولويه، فالاولويه من الخاصه بها راح تتراوح ما بين 0 و99. اما بالنسبه للانواع الاخرى من العمليات اللي هي نسميها النايس هنا لانه هي من نوع التايم شيرنج لانه تقوم بمشاركه الزمن، فالاولويه الخاصه بها راح تتراوح ما بين 100 و140. وهنا ايضا مثل ما ذكرنا كلما كانت الاولويه اقل يعني كلما كان الرقم اقل كلما كانت الاولويه اعلى. Map into global priority with numerical lower values indicating higher priorities، ايضا مثل ما ذكرنا كلما كانت القيمه الرقميه اقل كلما كانت الاولويه اعلى. هنا ايضا الاولويه الاعلى راح تحصل على تايم كوانتم يعني شريحه زمنيه اكبر. المهمات التي هي قابله للتنفيذ او اللي هي جاهزه يعني تبقى في طابور الاستعداد طالما هي في حاله اكتف، اما المهمات التي هي يعني غير جاهزه للتنفيذ فراح تكون اكسبايرد ويتم اخراجها طبعا من طابور الاستعداد. كل المهمات اللي هي قابله للتنفيذ يتم جدولتها من قبل يعني نظام التشغيل بوضعها في ما يسمى بالرن كيو. الرن كيو هنا في مصطلحات اللينكس هو يشبه الريدي كيو اللي تحدثنا عنه بشكل عام في المحاضرات السابقه، وهذا ايضا يعني هو عباره عن داتا ستراكشر يعني هيكل بيانات اسمه رن كيو، يحتوي على تو برايورتي اريز يعني اثنين مصفوفات للاولويه مثل ما ذكرنا الاكتف والاكسبايرد. الاكتف هي المهمات اللي هي ريدي، الاكسبايرد المهمات اللي هي المنتهيه او اللي هي بحاله الويتنج. تاسكس اندكسد باي برايورتي يعني يتم فهرسه المهمات من خلال البرايورتي الخاصه بها يعني الارقام المعطاه لكل واحده منها لكي نميزها عن الاخرى هو البرايورتي الاولويه الخاصه بها. عند وين نو مور اكتف اريز ار اكستشينجد يعني اذا لم يكن هناك اي عمل اي مهمات هي من نوع الاكتف فان هذه المصفوفات يتم تبادلها اللي هي مصفوفه الاكتف والاكسبايرد. طبعا هذا الجدوله في اللينكس هي تعتبر يعني worked well يعني تعمل بشكل جيد الا انه تعطي poor response يعني زمن استجابه بطيء بالنسبه للعمليات المتفاعله او التفاعليه. هذا كان وين في اللينكس 2.5 يعني، اما بعدها يعني في اللينكس 2.6.23 وما بعدها ظهر لدينا فد شيء جديد يسمونه الكومبليتلي فير سكجولر اللي هو المجدول العادل بشكل كامل يعني. هنا السكجولينج كلاسز ايضا يتم تقسيم المهمات الى اصناف كل واحده منها لها فد اولويه معينه. السكجولر بيكس يعني المجدول ايضا يعني يقوم باختيار العمليه ذات الاولويه الاعلى في من ضمن صنف الجدول الاعلى يعني، يعني هنا اصبح عندنا اصناف واصبحت عندنا مهمات يتم اخذ المهمه ذات الاولويه الاعلى من ضمن الصنف الاعلى وهكذا. rather than quantum based or fixed on fixed time allotted based on proportion of CPU time. هنا بدل انه يتم تخصيص زمن ثابت لكل واحده من العمليات فانه يتم تخصيص زمن يتناسب مع زمن التنفيذ الكلي للمعالج، يعني اذا كان المعالج في حاله لود كبير راح يتم تخصيص وقت اقل للعمليات، اذا كان المعالج يعني في حاله يعني لايت لود يعني كان اللود قليل جدا فيتم تخصيص وقت اطول لكل واحده من العمليات وهكذا. ايضا اكو عندنا اثنين اصناف من الجدوله اللي ذكرناها ديفولت وريال تايم. ديفولت هو يعني العمليات الطبيعيه اللي هي التايم شيرنج، والريال تايم هي العمليات الزمن الحقيقي اللي تحتاج استجابه اعلى وبالتالي راح يتم منحها اولويه اعلى. الكوانتم كالكوليتد بيست اون ذا نايس فاليو، هنا قيمه الشريحه الزمنيه يتم حسابها بالاعتماد على قيمه النايس اللي تحدثنا عنها سابقا. هنا كانت نايس مثل ما ذكرنا تتراوح ما بين 100 و140، هنا تتراوح ما بين سالب 20 والموجب 19، بحيث انه اللور فاليو هاير برايورتي ايضا مثل ما ذكرنا كلما كانت القيمه اقل كلما كانت الاولويه اعلى. يتم حساب التارجت ليتنسي اللي هو التاخير المستهدف واللي هو الفتره الزمنيه التي اثناءها يتم تنفيذ العمليه على الاقل مره واحده.
التارجت ليتنسي كان انكريز اف سي نمبر اوف اكتف تاسكس انكريز ايضا. يعني هذا اعاده صياغه لنفس الكلام اللي تحدث عنه هنا، التاخير المتوقع لكل واحده من العمليات يزداد كلما زادت عدد العمليات في النظام الواحد. CFS scheduler maintains per task virtual runtime. هنا ايضا يعني لكل واحد من العمليات يتم المحافظه على ما يسمى بال virtual runtime اللي هو زمن التنفيذ الافتراضي في داخل متغير اسمه V runtime. يتم تخصيص التاخير المتوقع لكل واحد من العمليات ايضا بالاعتماد على الاولويه الخاصه به. Normal default priority yields virtual runtime so an actual runtime. يعني في الوضع الطبيعي يكون لدينا ال virtual runtime يساوي ال actual runtime. To decide the next task to run, scheduler picks the task with the lowest virtual runtime. أيضا يعني لكي يتم اختيار المهمة القادمة التي يجب تنفيذها، فإن هذا المجدول يختار العملية ذات يعني أقل زمن تنفيذ افتراضي. هنا أيضا نلاحظ بأنه هذا completely fair scheduler performance، الأداء الخاص به. أولا هو يتم بناؤه على شكل فد شجرة يسموها red black tree. هذا طبعا ايضا واحده من الداتا ستراكشرز او اللي هي يفترض انه يتم دراستها في يعني ماده هياكل البيانات، عباره عن هذه شجره ثنائيه يعني يتم دائما تقسيمها بالطريقه التاليه تي نوت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا عاده يكون عندنا اقل ران تايم هنا في الجهه اليسرى عاده، وبالتالي هذا راح يكون هو يعني هذه اقل ران تايم وبالتالي هو الاعلى اولويه، فبالتالي انه المجدول عاده يختار العمليه الموجوده في يعني اوطى مستوى الى جهه اليسار. هنا زمن التنفيذ او زمن البحث عن اوطى عمليه في جهه اليسار دائما هو بيج او اوف لوج ان، وايضا مثل ما ذكرنا البيج او وامثالها من زمن التنفيذ يعني يمكن فهمها من خلال ماده الخوارزميات يعني اللي هي يفترض مدروسه سابقا. ايضا هنا مثل ما ذكرنا يعني هذه تكمله للحديث عن اللينكس سكجولينج. مثل ما ذكرنا عندنا ريال تايم سكجولينج اكوردنج تو بوزكس، ايضا يستخدم نفس المكتبه اللي تحدثنا عنها سابقا الاي بي اي اللي هو للبوزكس سيستمز او يسمى البي ثريدز. ريال تايم تاسكس هاف ستاتيك برايورتيز، كل واحده من المهمات راح يكون لها فد اولويه ثابته. ريال تايم بلس نورمال ماب انتو جلوبال برايورتي سكيم، ايضا هذا نفس الحكي او الكلام اللي تحدثنا عنه سابقا. قيم النايس راح تتراوح ما بين السالب 20 راح تتحول الى 100 والموجب 19 راح تصير 139، فهذه هنا راح تكون الاولويه اللي هي قيمتها 0 راح تكون هي اعلى اولويه، واللي قيمتها 139 راح تكون الاقل اولويه. الريال تايم هنا تتراوح ما بين 0 و99 مثل ما ذكرنا، والنورمال راح تكون من 100 الى 139. النورمال هذه هي نفسها النايس او التايم شيرنج، العمليات التي تقبل مهمه يعني مساله المشاركه الزمنيه. في المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نتحدث عن المثال الثاني من أمثلة نظم التشغيل والجدول الخاصة بها واللي هو الويندوز، نظام تشغيل الويندوز، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامة.